تقريبا نفس العدد. تمام يا دكتور. وفي دار الضيافه برضو تقريبا نفس العدد. تمام يا دكتور. هنرجع لحضرتك ونتكلم بقى مع بطلتنا ابطالنا اللي مشرفينا دايما في كل العالم. طبعا سافرتوا بلاد كتير، النمسا واليونان والسويد وكويت كبلاد عربيه وشرق اسيا. حسيتوا بايه لما سافرتوا كل البلاد دي كلها؟ لا والله، هو طبعا يعني في الاول بتبقى مسؤوليه كبيره قوي على كل عازفه فينا ان هي تقدر تثبت من خلال المزيكا ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل، وما فيش حاجه اسمها اعاقه، ما فيش اي حاجه اسمها تبقى عائق قدام البني ادم. هو اولا يعني انا بحب دايما اقول ان عن طريق المزيكا، يعني احنا واخدين المزيكا دي لغه واداه، الحمد لله قدرنا على مدار السنين كلها ان احنا نحاور عقول مختلفة بثقافات مختلفة بشعوب مختلفة، وقدرنا على المستوى المحلي والدولي نغير الصورة العامة للكفيف او للمعاقب بصفة عامة، سواء في البلاد العربية او في العالم ككل. فطبعا يعني فانا طبعا دايما بنشعر هناك، بنسافر بنشعر بالتميز، بنشعر بالاختلاف، بنشعر قد ايه ان احنا، يعني انا شخصيا ببقى فرحانه وفخوره جدا ان انا مصريه افريقيه عربيه. يعني حقيقي دي حاجه بتسعدني جدا وانا بره، واشوف تفاعل الجمهور معانا وقد ايه بيحترمونا وقد ايه مقدرين فعلا كينونه الاوركسترا، وان الاوركسترا ده هو الوحيد اللي في العالم كله اللي بيتكون من فتيات كفيفات، فان هو يبقى شرق اوسطي مصري عربي افريقي يعني دي حاجه حقيقيه رائعه. طبعا احنا بنقول للمشاهدين ان جمعيه اوركسترا النور والامل هي الفرقه الوحيده في العالم للمكفوفات متحدي الاعاقه. كان في تجربه كوريه وبحب الفشل يعني بس كده. لا يعني حقيقه ايوه، كوريا حاولت تعمل اوركسترا فعلا من المكفوفين لكن ما كملوش. بس ده على فكره بيدل ان المصريين بجد صامدين صامدين، وحقيقي ده كمان المجالات طبعا ده اكيد طبعا. وكمان الحقيقي الجروب اللي معانا يعني مدام امل فكري مؤمنه بينا جدا جدا، وبصراحه مدام امل بتساعدنا كتير يعني يعني مؤمنه بينا وبتعمل كل حاجه علشاننا. يا حقيقي يعني جهد ذهني ومادي ويعني هي عمرها بعدين هي معتبراكوا بناتها. طبعا يعني انتوا مش جمعيه او اوركسترا عازفين وبس، لا هي محتواكوا حاسه طول الوقت عايزه تدعمكوا تفضل جنبكوا عشان طبعا تفضلوا اكتر ناس ناجحين ان شاء الله. انتوا بقى بتشتغل يا فاطمه اكيد كم اكيد ساعات كتير ولا ساعات قليله في اليوم؟ يعني بالنسبه للاوركسترا هو في التدريب يعني في التدريب، هو احنا طبعا بنحاول بيبقى فيه الاول مذاكره وتدريبات كتير غير البروفات. فبتبقى انت يعني تدرسي يا فاطمه؟ لا هو انا خلصت دراسه. خريجه ايه؟ خريجه اداب قسم اجتماع. خريجه اداب قسم اجتماع. مذاكره وتدريبات كتير بحيث ان احنا نقدر لما ندخل البروفا ان احنا نقدر يعني نمشي فيها كويس، ونقدر ان احنا نركب مع بعض المقطوعات وكده. فطبعا يعني بتاخد وقت معانا وجهد شويه عقبال ما بنطلعها اكيد مظبوط يعني. بس طبعا في الاخر لما بتطلع كويسه احنا بنبقى فرحانين جدا وفخورين بيها، ولما بنطلع طبعا حفله بنبقى مبسوطين جدا. كل العالم ومصر كمان بتشيد بيكوا بعزفكوا وبفنكوا الراقي اللي دايما مبدع. في ناس يا فاطمه عايزين تعرف يعني انتوا بتعتمدوا في طريقه الحفظ او ده على الذاكره او عن ظهر قلب، او بيكون بحاجه معينه او بطريقه معينه؟ لا هو احنا بتبقى عندنا المقطوعه بتتكتب بطريقه برايل. واحنا طبعا بنقعد يعني كل اله بتقعد تحفظ فيها. نحفظ طبعا المقطوعه خالص كلها ونخلصها وندخل البروفا. طبعا في البروفا مفيش نوته، مفيش كله من الذاكره. طبعا الناس مش فاهمه طبعا ان في كتير من العلماء او عظماء الفن العبقري، الملحن عمار الشريعي طبعا والرائع سيد مكاوي وغيره من العازفين الاوروبيين زي تشيكوفسكي وبرهامز وغيرهم طبعا. فكلهم اغلبهم طب دول بيتعاملوا ازاي؟ بيحفظوا ازاي؟ النوتة دي بالنسبة لهم ايه؟ فهم مش فاهمين، فبيقولوا طب يعتمدوا على ذاكرتهم بس ولا على الحفظ؟ فكتير في الناس مش فاهمين ده للأسف يعني. هو الحفظ، وطبعا الحفظ بما يعني بما اننا بنحفظ بيبقى بعد كده الذاكرة طبعا،
تبقى الذاكره بس هي اللي معانا اللي احنا حفظناه. بنحاول طبعا مع البروفات وكده بنركبها مع بعض وبتطلع بقى المقطوعه زي ما بتطلع للناس كده تمام في الحفلات.